عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفه ان انا غايبه عليكم بقالي تقريبا 15 يوم من اخر فيديو نزلته، كان يوم 30/9. انا ما نزلتش اي فيديو ثانيه، وطبعا عارفين كلكم ان انا بعزل، بس انا مش اول ولا اخر واحده بتعزل، يعني مصر كلها دلوقتي بتعرف ان انا بعزل، بس مش ده اللي اخرني عليكم. بس اليوم اللي انا نزلت لكم فيه الفيديو يا جماعه بالليل، الحمد لله على كل شيء، بس بابايا وقع حصل له كسر في الحوض، وتاني يوم على طول دخل عمليات وعمل حاجه اسمها مسمار نخاع، ممكن في ناس منكم تبقى عارفاه، طبعا ده غير الوعه الاولانيه لو فاكرينها اللي كانت على راسه. الحمد لله على كل شيء، طبعا المفروض ما يمشيش لمده شهر ونص، واخدنا حوالي يومين ثلاثه في المستشفى، مع العلم بقى ان احنا كان المفروض نسلم الشقه يوم 10/10. انا لو تفتكروا الفيديو اللي فات قلت لكم حاجه مهمه قوي، قلت لكم خليكم فاكرين الفيديو ده كويس قوي عشان في كلام هقوله لكم انا مش هعرف اقوله دلوقتي، بس لاني عندي سبب مهم جدا هقوله لكم المره الجايه، ومش تشوك على فكره ولا حاجه، انتوا مش هتصدقوا لما تعرفوا. خليكم فاكرين الكلام ده كويس قوي عشان انتوا لما تعرفوا تفاصيل بقيه الموضوع عليكم مش هيستوعب. انا كنت عندي امل رهيب في ربنا ان انا هطلع في فيديو تاني اقول لكم ان ربنا رتب لنا شقه وان احنا لقينا شقه، ما كنتش عارفه اقول ده الفيديو اللي فات لان احنا لحد ما كنا بنعزل وانتوا شايفين الفيديو وشايفين الحاجات ملمومه، احنا ما كانش فيه شقه نروحها، ما كانش فيه اي حته عارفين، ما كناش عارفين اصلا هنطلع على فين. انا عملت الفيديو بكل ايمان وثقه في ربنا ان حقيقي حقيقي هيتصرف هو بطريقته. احنا كنا مرتبطين بميعاد بتسليم الشقه يوم 10/10 للراجل صاحب الشقه اللي كان عايز. هل احنا اخترنا الميعاد ده بمزاجنا؟ لا، هو كان فيه فعلا شقه هناخدها، المفروض ان احنا كنا خلاص مستنيين الراجل صاحبها، هو عريس كان صاحب الشقه ومحصلش نصيب بعد ما هوضبوا العفش وعملوا كل حاجه، وطبعا ده كان شيء مضايقنا جدا ان احنا ناخد شقه زي كده، ولكن هو كده كده كان ناوي ياجرها بس من غير العفش، فقال لنا ادوني فرصه بس لحد اول 10 اخد حاجتي، وبعد كده انا كده كده مسافر بره واخد الشقه ايجار وكل ده. وزي ما بقول لكم كان ربنا يعلم احنا متضايقين ازاي من وضع الشقه اللي احنا هندخلها، لان دي فرحه عريس وعروسه برده، ولكن زي ما قلت لكم هو كده كده كان هياجرها فاضي بعد ما ياخدوا حاجته. المهم حسبنا الحسبه ولقيناها انها تبقى تمام جدا، ان شاء الله هنتحرك يوم 10/10. ربنا كان ليه ترتيب زي ما بقول لكم، مفيش حاجه صدفه. من الاول الغرض ما كانش الشقه، هو كان رايد ان يتدخل اطراف كتير في الموضوع ويحلوا الموضوع، وبالفعل الحمد لله رجعوا لبعض واصبح ما بقاش في شقه. فانا اليوم اللي كنت بعمل لكم فيه الفيديو كنت انا خلاص يعني عرفت ان هو ما بقاش في شقه، والحمد لله انا كنت مبسوطه جدا. ما كانش عندنا شقه نروحها، وخلاص اللي كنا هنروحها ما بقتش موجوده رغم ان احنا مدين ميعاد للراجل، بس مقابل ده بقى الناحيه الثانيه حصل شيء من احلى الحاجات الواحد ممكن يحسها. فلحد ما عملت لكم الفيديو ما كانش فيه اي شقه. دخلنا في موضوع بابا، كان خلاص بقى بعد ما طلعنا من العمليات وطمنا عليه، قلت لهم خليكم انا هروح هنزل هدور مش هرجع لكم باذن الله غير بشقه. اللي عايش يعني في البلد اللي انا فيها هيبقى عارف الموضوع ازاي صعب، وطبعا بنلاقي حاجات بس مش بتبقى مناسبه، يعني انا مش بقول اني في صحراء يعني، لا طبعا انا بتكلم ان احنا بندور على اساس حاجات معينه، ولكن زي ما قلت لكم وده اللي انا طالعه عشان اقوله لكم اصلا وبحكي لكم كل ده عشانه، ان اللي بيثق في ربنا عمره ما يتخذل، توكلوا على ربنا وبس. الحمد لله الحمد لله في وقت قياسي يوم 5/10 انا اتفقت على شقه وعملنا عقد الشقه. طبعا رجعت فرحتهم في البيت، اتفاجئت بقى ان احنا قدامنا 4 ايام المفروض ننزل حاجه، خلاص العربيه هتيجي تاخد الحاجه، بابا طبعا ربنا يشفيه مش هيقدر يعمل اي حاجه لانه ممنوع من الحركه تماما. تعالوا بقى اخدكم اوريكم يعني حاجات بسيطه من اللي انا عملتها واوريكم وصلت لفين. ولكن قبل ده عايزه اشكر كل حد من قلبي، هم عارفين نفسهم شخص شخص، بعت لي اطمن عليا، سالني، دعالي، كان سبب في اي مساعده ليا، كان في سبب في كلمه حلوه. ربنا يعلم الفتره اللي كنت بمر بيها دي كانت من اقصى الفترات عليا حقيقي، كنت حاساها انها فوق طاقتي، ولكن زي ما قلت لكم ربنا بيعوض وبيبقى عنده تعويضه غير اي حاجه احنا متوقعينها. الحمد لله على كل شيء. يلا بينا. وصلنا المراحل الاخيره في العزال، وحرفيا بلم تفاصيلي، صوري وحاجاتي، الحاجات اللي انا كنت بتصور وهي دايما ورايا وبعمل لكم فيديوهات بيها، طبعا انتوا اكيد فاكرينها. عايزه اقول لكم بعد ما فضينا كل حاجه كنت سايبه مكتبي لاخر حاجه، فاكرين المكتب ده؟ طبعا انا قفلته معاكم وركبته تفصيله تفصيله لاني انا اللي ربطته ساعتها وجبته قطعه قطعه، بدات الم حاجتي منه علشان خلاص ده تقريبا اللي فاضل في الشقه زي ما انتوا شايفين. بصراحه كانت لحظات بالنسبه لي يعني فيها احساسين، احساس ان انا مبسوطه ان انا هبدا قصص جديده، واحساس ان انا صعبان عليا جدا ان انا كل ذكرياتي في المكان ده او معظمها. طبعا بدات ادرك قد ايه ان رفاهيه الوقت دي حاجه الواحد ما كانش حاسس بيها فعلا، احنا الدقائق الساعات محسوبه. ادرك اني عليا تفاصيل اعملها انا اول مره اعملها، طب ما انا عارفه ان في ناس متخصصين المفروض تعملها، بس مش عايزه اقول لكم الصناعيه كانت بتعمل معانا ايه. احنا كل ما نكلم حد احنا كان حرفيا قدامنا ايام ونعزل خلاص، اللي يقول لي جاي بكره ويقعد يومين ما يجيش، اللي يقول لي طب بالليل ويديني ميعاد ما يجيش. طبعا في الحاله دي بابا كان هيعمل التفاصيل دي، ولكن الحمد لله على كل شيء دعواتكم ليه بالشفاء. واخيرا انا مش عايزه اقول لكم ده طلعيني ازاي، بالمناسبه بدات ادرك ان انا لازم اخد خطوه، مش هينفع افضل منتظره، فقلت بجرب، في حاجات كانت بتظبط معايا وفي حاجات كانت بتبوظ. وبعد بقى ما خلصت حبيت ان انا اصور لكم البيت اللي انا بودعه بتفاصيله بذكرياته
وندخل بقى على قصة جديدة بذكريات جديدة. وبدأت أنقل العفش، وكان ماما وبابا أصلا قاعدين في الشقة القديمة لحد ما إحنا نخلص الشقة دي، لأني زي ما أنتوا عارفين ظروفه ما كانش ينفع ينقل ويقعد وسط ولا حاجة، حرفيا كانت كل الخشب خشب مش متربط. بدأت أعمل اللي أقدر عليه، وبدأت فعلا بنفسي إن أنا أربط الحاجات حتى مؤقتا ليه هو، إن هو يقدر يجي ينام عليها، علشان ما كانش فيه حرفيا غير يوم ونص فاضل. وطبعا الحمد لله ربنا بيدي قوة وبيدي قدرة، والواحد بيكتشف فيه حاجات هو ما كانش يعرف انها موجودة فيه اصلا. عملت اللي قدرت عليه، وطبعا لسه ما خلصتش. بمناسبة الخيط الاخضر اللي في ايدي ده، عشان ايدي اتفكت، وماما قالت لي الخيط الصوف هيظبطها يعني، فقولوا لي صح ولا لا. طبعا لسه ما خلصناش، استنوا بقى الفينش النهائي. بحبكم.